رجعنا لك طالب في الفقرة الثانية، ولو أنا قلت في المقدمة الفقرة الثانية فقرة اللخبطة، الضيف لخبطني. لخبطني ليه بقى؟ في الغالب أنا لما باجي أقدم الضيف بقول اسمه وبعد كده بقول الوظيفة بتاعته. فالضيف بتاع النهاردة ده مش عارف أقدمه أو أقدمها بحكم إن هي صيدلانية، ولا بحكم إن هي كانت مديرة ووصلت لأعلى المناصب في شركات الدواء العالمية، ولا أقدمها إن هي مسؤولية تسويق في كبرى المعامل الطبية، ولا أقدمها إن هي بتاعت تنمية بشرية ولايف كوتشنج، ولا أقدمها إن هي بتألف كتب وكان ليها كتاب نزل السنة اللي فاتت وبتسد الكتاب التاني، معرفش أقدمه إزاي. فأنا قلت أعمل حاجة جديدة، أنا أقول اسمه وهو يقدم نفسه. عشان كده يسعدني ويسعدكم إن يكون معايا في الفقرة التانية الدكتورة نهال محسن. وستوب دكتورة نهال، صباح الفل عليك. صباح الخير يا دكتور، إزاي حضرتك؟ إيه بقى تقدمي نفسك بإيه بقى؟ نهال محسن. لا ايوه نهال محسن، ايه بتشتغل ايه؟ خلي بالك هو مخافي كان اعظم، ده اللي انا جالي في السي في ما اعرفش عاجلها فيه ايه. لا والله هو اللي في السي في ده لسه يعني حاجتين ثلاثه زياده بس مش كتير. يا لسه في حاجتين ثلاثه، انت تحبي اقدمك بايه؟ والله يعني نهال محسن لايف كوتش بقى دلوقتي اقرب لقلبي اكتر يعني. لايف كوتش؟ يس. بص بقى، بس انا لما حد بيقول لايف كوتش بيستفزني. ماشي، ربنا يجعل كلامنا خفيف. وليه بقى بيستفزني؟ انا بحس البشر كلها شغاله لايف كوتش، بس انا هاخدك في حته تانية قبل موضوع اللايف كوتش. اوكي، هو ولد ايه اللي جاب نيل جنب القلعه؟ يعني الحاجات كلها ليها علاقه ببعض ولا كل حاجه في حته؟ انا عندي احساس ان كل حاجه في حته. صيدلانيه، معمل، دعايه، ايه بقى القصه؟ لا هي على فكره مش لو جينا بصينا ليها وفنطناها هنلاقي ان كل الشغل اللي انا اشتغلته في حياتي كان ليه علاقه بالانسان. يعني انا كصيدلانيه بقف في صيدليه بستقبل المريض عشان اصرف له دواء. المريض اللي داخل يصرف روشتة هو مريض نفسي قبل ما يكون مريض عضوي. تمام. ما اقصدش مريض نفسي ان هو عنده مرض ما لا قدر الله، لا هو واحد نزل من عند دكتور متوتر مكتوب له روشتة بمبلغ ممكن ما يكونش في جيبه، فهو محتاج حد يستقبله ويحتويه قبل ما يصرف له الدواء. تمام. ممكن تلاقيه بيتعصب عليك بلا سبب. بالنسبه بقى لشغل الدعايه، العيان اللي بتعصب ولا الصيدلي؟ لا العيان. احنا اصل دلوقتي الصيدلي هو اللي بتعصب. لا انا على دفعتي كان المريض كان اللي المريض بتعصب. هو اللي بتعصب. تمام. الابديت لسه ما جاليش بقى. تمام. لما دخلت مجال الدعايه الطبيه برضو كان شغلي كله له علاقه بالبشر وبالانسان. تمام. سواء ان انا كنت ببقى مسؤوله ان انا بنزل اقابل دكاتره وبقابل عملاء، سواء ان انا كنت مسؤوله عن تيم بحاول ان انا اديره بشكل صحيح وبشكل ان انا ابقى قادره اوازن ما بين البيزنس واي والناحيه الانسانيه، ان انا اوازن بين الناحيتين. وحتى لما درست الكوتشنج برضو ليه علاقه بالانسان طبعا. انك النهارده تقدر تخلي الانسان يفهم نفسه ويقدر يفك اللخبطه اللي جواه. ففي كل الاتجاهات اللي انا اشتغلت فيها كان شغلي المباشر مع الكيان البشري، مع النفس البشريه بشكل مباشر. انت طبعا متوقع اسئله ولا انا اسالك على لايف كوتشنج صح؟ انت اخترتي كده صح؟ ماشي. بس انا دايما ضيوفي بتوع خاصه التنميه البشريه بحب ادبسهم على الاول. ربنا يستر يا دكتور. حكاوي نهال. ايه بقى قصه حكاوي نهال دي؟ حكاوي نهال الكتاب ولا حكاوي نهال الصفحه؟ لا الكتاب. حكاوي نهال الكتاب الحقيقه هي منبثقه من الصفحه. تمام. يعني لما اسست صفحتي حكاوي نهال محسن في 2017. تمام. وابتديت اكتب عليها الفكر اللي انا بقدمه ان انا عايزه اقدم للناس المعلومه بس بشكل مختلف. يعني هو الكتاب ده عباره عن معلومه بشكل مختلف. تمام. الكتاب ده عباره عن 30 يوم كل يوم فيه قصتين. قصه فيها دراما شديدة جدا وفي قصة فيها فكاهة شديدة جدا. تمام. ان هو حاجة كده زي صبح وليل، ان دي حياتنا، ما بين ان هي فيها فرح وفيها حزن، ما بين ان هي فيها بدايات وفيها نهايات، ما بين ان فيها نجاحات واخفاقات. هو دي الفكرة من كان حكاوي نهال، ان هو يقدم الخط الدرامي والخط الفكاهي، انك ممكن تلاقي نفسك بتضحك جدا جدا على قصة وتلاقي نفسك فجأة بتعيط بشكل هستيري على قصة تانية. ده حكاوي نهال 2019 صح؟ تمام. حكاوي نهال 2020. لا هو مش حكاوي نهال، هو ليه اسم تاني. هو كان اسمه 180 درجة. بس دار النشر لسه بنبحث ان احنا ممكن نغير الاسم يعني. تمام. لان في كتاب تاني لقيناه نازل المعرض بنفس الاسم، فهو ظهر قبلي او خلص قبلي يعني. عندي فكرة جات لي على الهوا كده، احنا ممكن نبقى نرتب مع حضرتك سلسلة حلقات. الكتاب كان كتاب مقروء. تمام. احنا عايزينه يبقى كتاب مرئي، بمعنى اخر ايه؟ ان احنا ممكن نمسك قصة قصة في حكاوي نهال ونبتدي نقول القصة دي بتدور على ايه؟ وايه اللي استفادوا يعني نشرحه للناس. شيء يشرفني. ايه رايك في التدبيسه دي؟ بالعكس هي شيء جميل ويشرفني، خصوصا ان القصص كلها واقعيه، يعني قصص حكاوي نهال كلها واقعيه سواء كانت تخصني او تخص ابطال اخرين. لا فعلا انا لما حضرتك بتقولي كده انا جات لي الفكره كده، الفكره ان احنا محتاجين نمسك الكتاب كده ناخد قصه قصه. القصه دي الكونكلوجن بتاعها ايه او اختصارها ايه
وايه الاستفاده منها، ونعملها بطريقه حواريه يعني وتفيد البشر برضو. شيء يسعدني طبعا، شيء يسعدني. خلينا بقى قصه اللايف كوتشنج اللي انت اخترت ان احنا نتكلم فيها. بصي انا عندي مشكله، بتوع التنميه البشريه كلهم يعني، انا حتى في يعني حد من ضمن اعضاء فريق البرنامج هنا دكتور عادل مرزوق بيتكلم عن التنميه البشريه، هو اقنعني بالتنميه البشريه بس ما كلمنيش على اللايف كوتشنج. من الاخر كده انا حاسس اللايف كوتشنج ده، اولا الناس كلها بقى بتشتغل لايف كوتشنج، هي حاسس ان هو نصب في نصب. يا تقدري في نهايه الحلقه النهارده تقنعيني باللايف كوتشنج، يقول لك انا ما اقتنعتش، وبالتالي الساده المشاهدين بالمناسبه متحيزين معايا، او انا مقتنع هم يقتنعوا، يا اما انا ما اقتنعتش. عايزين الاول يعني نعرف يعني ايه لايف كوتشنج. انا ما اعرفش يعني ايه لايف كوتشنج، تعريفها يعني ايه المهام الوظيفيه بتاعتها؟ طيب خلينا الاول ناخد الاسم بمنتهى السلاسه والبساطه، لايف كوتش، مدرب حياه. فكره اللايف كوتش ببساطه هي فكره ظهرت لمساعده الناس. احنا عندنا في مجتمعنا الشرقي هسهس شويه من كلمه انت لو تعبان روح لدكتور نفسي. تمام. عندنا الطبيب النفسي ده يبقى انا مجنون. ما عندناش ثقافة الطب النفسي. طيب زي ما أعضاء جسمنا ممكن توجعنا، زي ما الاقي مثلا رجلي وجعاني، إيدي وجعاني، سناني وجعاني، ساعات كتير جدا روحنا بتوجعنا، بنبقى محتاجين حد يقدر إن هو نفضفض معاه، نتكلم معاه. ممكن جدا تلاقي حد ليك صديق عزيز يقولك إيه والله أنا بحب أتكلم معاك، لما بحس إن أنا مخنوق أنا بحب أجي أتكلم معاك. تمام. هي دي الفكرة بمنتهى البساطة. انبثقت فكرة أو ظهرت فكرة اللايف كوتش من فكرة إن أنا النهاردة ألاقي حد أقدر أولاً أثق فيه وأتكلم معاه بمنتهى الأريحية والبساطة. تاني حاجة حد بيساعدني أكتشف نفسي. اللايف كوتش مش معالج ومش طبيب نفسي. كلمة لايف كوتش بتختلف عن ثيرابيست وبتختلف عن سايكاتريك الدكتور النفسي. تمام. أنا مش ثيرابيست ومش طبيب نفسي، يعني أنا ما بديش أدوية. تمام. انا النهارده بساعد الانسان اللي جاي لي ده انه يبتدي يشوف نفسه بشكل مختلف. يعني ايه يشوف نفسه بشكل مختلف؟ كلنا عندنا مشاعر وعندنا افكار وعندنا غرائز. لا بس احنا بس اتفضل. بس معنى ذلك ان كل الناس تشتغل لايف كوتشنج؟ لا مش كل الناس طبعا بتشتغل لايف كوتشنج. ده انا عندي عايز اقول ان دي موهبه، هي ممكن تثقل بالعلم. يعني الراجل اللي يشتغل لايف كوتشنج ده هو عنده الموهبه، وانت لو رجعت للماضي بتاعك ليه هو اصلا بيسمع كويس وممكن بيدي راي كويس، حتى نظراته اللي قدامه ممكن تكون بتريحه. انما مش معنى ذلك ان لا كل ده البلد كلها لايف كوتش. لا هي الفكره مش كلها كل الناس بقت لايف كوتش. هي طبعا دراسه مهمه جدا، لان انا بحط ايدي في حته خطيره جدا. حتى المشاعر. انا بقولها غلط، انا بقول لايف كوتشنج، هي لايف كوتش صح؟ عمال من الصبح اقولها غلط. مش مقتنع. طيب تمام. فكره لايف كوتش ان انا النهارده مش هينفع ان انا ادخل جوه روح بني ادم او نفس بني ادم واسيبه، لان الحته دي خطيره جدا. فما فيش حاجه اسمها ان انا النهارده كل الناس يلا او واحد خد كورس معين، لا هي دراسه. انا بقالي 5 سنين بدرس وستيل لسه بكمل. ففكره ان النهارده الانسان يكون لايف كوتش محتاج يكون فعلا تالنتد جدا، ان هو يكون عنده البدايه ان هو يكون عنده اكتيف ليسننج، يكون قادر يسمع الناس، يكون كاريزماتيك ومريح. يعني في ناس تبقى قاعده معاك متوتره. دكتور عادل كاريزماتيك عشان تسمع بس، كاريزماتيك. احنا بقالنا كذا حلقه بنتكلم عن الكاريزماتيك، فكل شويه اقول للناس بقى كاريزماتيك، كل الناس تقول كاريزماتيك. معلش انا قطعتك بس الكلمه شدتني. بس يبقى كاريزماتيك. تمام. لازم يبقى عنده الكاريزما، لازم يبقى عنده الاريح الراحه، ولازم يعرف يفصل مشاعره كويس جدا لما اجي اسمع الكلاينت بتاعي. تمام. لان انا النهارده ممكن كلاينت يحكي لي حكايه اتفاعل معاه، ده مش صح. تمام. ممكن كلاينت يحكي لي حاجه تكون ضد الاسكس بتاعتي الشخصيه، ما ينفعش ان انا النهارده اجي اقول له ايه يا عم انت بتقوله ده حرام وغلط لا مش من حقي. انك تكون النهارده لايف كوتش انت بتنفصل تماما عن حاجات كتير، تقدر تسمع اللي قدامك بشكل تام، وتقدر تساعده يرجع للواي بتاعته. طب اديني ممكن حاجه تديني امثله للمشاكل اللي بتتعرض عليك كلايف كوتش؟ في مشاكل كتير جدا ممكن تكون بتتعرض عليا، انا مش عايزه اكون يعني اديني مثال. انا بس المثال ده لسبب هقول لك عليه، بس لما تجاوبيني. في امثله لخبطه حياه، لخبطه مشاعر، في ممكن بقابل حاجات كتير، مثلا خيانات. طب معلش ثانيه واحده اتفضل. هو مش المشكله بتبقى فيها طرفين؟ ممكن يبقى فيها طرفين، وممكن يبقى فيه طرف ومش عارف يعرف نفسه. حلو قوي. خلينا نتكلم في المشكله اللي فيها طرفين. تمام. هو مش صح حاجه تسمع للطرف الثاني؟ افرض الطرف الثاني مش عايز يتكلم. ما ست لما تسمع من طرف واحد بس، انت بتسمع من وجهه نظر واحده. انا ما بصدرش حكم، حتى الدايركشن، حتى التوجيه اللي انت هتعمليه، ولا برضو بعمل دايركشن. انا قلت لحضرتك في اول كلامي انا بساعد الكلاينت انه يكتشف نفسه. حلو. تمام. انا لا بدي راي ولا بعمل دايركشن ولا بقول له تعمل ايه،
دوري بينتهي على ان انا اقول لحضرتك عندك نقاط المميزات بتاعتك في 1 2 3، نقاط الضعف بتاعتك فيها 1 2 3، النقاط اللي انت محتاج تقويها في نفسك 1 2 3، لخبطتك اللي جواك هتتحل لما تبطل تدخل فكرتين مثلا جوا بعض او شعورين جوا بعض وبس. بمعنى اصح مثلا الانكار، الانكار ده من اشد الحاجات اللي بنقابلها. يجي لي مثلا حد يقول لي انا مستحيل اكون بغير. يا عم انت بتغير، وده انت بتولع، ده انت كتله غيره. ايه ده؟ لا انا بتبتدي ازاي ان انت تحطه قدام نفسه بشكل بسيط وبشكل ما يصدموش وبشكل يشوف نفسه فيه. دوري بيخلص. حضرتك ضربت مثال بالانكار صح؟ بالانكار طبعا من اشد الحاجات اللي بنقابلها. اللايف كوتش ليه تخصصات؟ ليه تخصصات كتير وليه ميكانيزمات كتير. يعني اللايف كوتش بيشتغل بكذا ميكانيزم، في بكذا اليه او بكذا طريقه. بالظبط. يعني في تكنيك مثلا اسمه سي بي تي. ايه بقى السي بي تي ده؟ انا مش دارسه سي بي تي، انا مش دارساه. انا اشكرك ان انت قلت انك مش دارساه. انا مش دارسه سي بي تي. في تكنيك البيت، انا دارسه البيت. ايه بقى البيت ده؟ لمؤاخذه البيت انك النهارده تقدر تتخلص من مشاعر حزن او مشاعر سلبيه معينه تكون بتمر بيها، الصدمات، انك تقدر تتكيف مع شعور الحزن اللي انت مريت بيه. يعني فور اكزامبل مثلا واحده مرت بتجربه زواج، كانت بتحب زوجها جدا 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 وانفصلت عنه. خلاص بتخرج بقى، بتقف عند حد كل رجاله خاينه، كل رجاله ما ينفعوش، انا عمري ما هتجوز تاني، وتبتدي تقفل على نفسها بقوقعه شعور الضحيه والحزن والكره وانكار ان في مشاعر كويسه في الحياه. تكنيك البيت بقى ان انا النهارده بقدر افهمها ان الحزن والفرح ده حاجه طبيعيه، طبيعي وعادي جدا انك تزعلي، طبيعي وعادي جدا انك تمر بتجربه سيئه، وممكن تخش تجربه تانيه وما تنجحش، هي جاست تجربه. بتبتدي تعمل مينيمايز للفكر الكبير والشعور الكبير الضخم اللي عمال ياكل البني ادم. بتقلل، بتقلله. لان الناس بتبتدي تضخم المشاعر. اللي هو بقى الاكستريم واي اللي احنا عايشين فيها. فبتبتدي بقى تخلي الناس تشوف الحاجه بشكلها الصحيح. لما بشوف الحاجه بشكلها الصحيح ببتدي اتصالح بقى مع الدنيا، وابتدي اهدى، وابتدي ما اضخمش الامور، وما اخشش بقى في حاله الهلع اللي الناس بتبقى بتمر فيها. هنا دوري خلص. هو ممكن لايف كوتش يبقى هو اصلا في حاجه مضايقاه ويقعد مع حد جاي له استشاره ويحل له مشكلته؟ طبعا. وساعات كتير بنسمع نفسنا. يعني ممكن اكون مثلا، يعني ممكن يكون جوايا حاجه انا نفسي يعني مرت عليا او زحتها حطيتها في حته على جنب كده، ولما يجي لي كلاينت وانا بكلمه احس ان انا بكلم نفسي. ان الكلام ده انا بقوله لنفسي اولا. يعني انت ممكن تكوني بتاخدي دي كمال طريقه ان انت تخرجي من الحاله المزاجيه اللي انت فيها. طبعا احنا بشر. اللايف كوتش البني ادم مش آلة. بنزعل وبنفرح وبيجي علينا مود بنكتب. انا كمان عشان انا عندي حته تانية از موتيفيشنال سبيكر، يعني متحدث بيرفع الحاله المزاجيه. موتيفيشن كلام عن الطاقه الايجابيه، وبكلم وبساعد الناس انها تتحلى بطاقه ايجابيه. بيجي عليا وقت انا هل طول الوقت انا بقى ماشيه بتنطط وفرحانه؟ لا، بيجي عليا وقت ببقى في باد مود ومش عايزه حد يكلمني ومش طايقه نفسي. عادي، احنا بشر. تمام. طب بصي، احنا في بدايه الحوار قلت ان كل الناس اصبحت لايف كوتش. حضرتك اللي قلت. انا كمتلقي اعرف الفرق بين ازاي النصاب وان فعلا ده لايف كوتش. من حقي طبعا ان انا اسال، انت دارس ايه؟ فين شهاداتك؟ لا معلش، هو انا لما اساله ويقول لي انا دارس البي بي تي اللي انت قلتيها من شويه دي. طب ما هي في بي بي تي. انا اعمل بيها ايه دي بقى؟ يعني انا كعندي مشكله هتفيدني بايه؟ هتفيدك بانك النهارده تفهم انت رايح لمين اول حاجه. يعني انا المفروض ان انا اي لايف كوتش اساله ايه الشهادات اللي واخدها؟ طبعا انك تساله. انا بس هل الشهادات تبقى كفايه ان هو يبقى لايف كوتش؟ ممكن يبقى شاطر جدا على فكره وما ارتاحش معاه. ما هو مش انا بتكلم هنا عن حته. حضرتك سالت سؤال، اعرف منين ان هو امين وصح او نصاب؟ دي اولا. تاني حاجه، لا انا ممكن اروح لطبيب نفسي وما ارتاحش معاه، وفي اكم من اسماء ناس لامعه. انا نفسي لما ابتديت ادرس الكوتشنج في اول حياتي هو جه مصادفه معايا بالمناسبه. بالصدفة. انا درست كوتشنج كان ليا انا شخصيا، لان انا كنت عايزه انا اساعد نفسي. هايل. فكنت بروح لاطباء نفسيين كتير وما ارتحتش معاهم، بيوتروني وبيكتبوا بطريقه معينه، لحد ما رحت لطبيب نفسي معين يعني هو اللي ساعدني في الموضوع ده، وهو قال لي انا ما بديش علاج، وابتدى بقى دخلني سكه الكوتشنج وقال لي انت لازم تدرسي كوتشنج، وابتدى بقى خدني بقى سكه الكوتشنج خلال الخمس سنين او ست سنين اللي فاتوا دول كلهم من 2013. بس هو الطبيب النفسي بالتاكيد لا عندك التالنت ده، خلي بالك. هو لاني فاهمه نفسي. يعني لما بتكلم معاه قال لي انت عندك حيز كبير جدا انك فاهمه نفسك، بس انت متلخبطه. كان عندي فكره المشاعر اللي فيها اكستريم بقى عالي شديد جدا، وان الضيق والنرفزه واللي كل ده هو ساعدني ان انا اعمل مينيمايز للمشاعر، اشوفها بحجمها الصحيح، شوف الحاجه على قدها. حضرتك بتدي دورات تدريبيه في لايف كوتش؟ اه. طب انت ممكن حد يجي لك لايف كوتش تقول انت ما تنفعش تبقى شغال لايف كوتش؟ كتير بتحصل. بتحصل طبعا. اما بيجي لي حد مثلا بيكون بينفعل جدا مع الكلاينت،
وتلاقي مثلا الكلاينت بيحكي له حاجه. اه بس هو ممكن بالتدريب ما ينفعش، هو مش مستعد، ما عندوش اللي هو يتعلم. اه ما هو الفكره كلها الابيليتي تو ليرن، انك مستعد عندوش يتعلم ولا ما عندوش الموهبه. انا كده من كلامي ده، من كلامك ده عرفت ان ممكن يبقى هو موهبه، هو داخليا عنده الحته دي. في ناس طبعا موهوبه جدا بفطرتها، وفي ناس هي يعني فعلا تالنتد بتتكلم بطريقه وبتعرف توصل المعلومه بطريقه، وفي لايف كوتش ما يعرفوش يشرحوا. يعني انا مثلا الكوتشز اللي علموني في منهم ناس يعني بيشرحوا بشكل رائع، انت ممكن تبقى قاعد معاهم مش عايز تقوم، وناس تانية بتبقى مضطر تقعد عشان تاخد المعلومه، عشان انت محتاج الشهاده وكلام من هذا القبيل. اه بس اللايف كوتش ده المفروض البدايات بتاعته ان هو ازاي يعرف يوصل اللي جواه، لما هو معلش عشان انا قلت لك في الاخر، اصل بص حاجه من الاثنين، يقتنع يا ما اقتنعش. بس هو الخطوره ان انا من الواضح ان انا ابتدي اقتنع. اللايف كوتش ده الف ب ان هو يكون بيعرف يوصل المعلومه صح، فهو لما يبقى عنده متدربين وهو مش عارف يوصل لهم، يبقى هو اصلا من اساسه عنده مشكله في اللايف كوتش. مش شرط. مش شرط ازاي؟ ليه احنا كام واحد قاعد مثلا 10 15، كل واحد بيفهم بطريقه معينه. انا بتكلم على المدرب مش المتدرب. ما هو بيوصل المعلومه، ما انا بتكلم عن شعور نهال، ما انا ممكن الشعور بتاع نهال ده اللي جنبي ما يكونش حاسس بيه. يعني ممكن يكون سين اللي قاعد جنبي شايف ان فلان ده احسن مدرب في الدنيا. عشان كده بقول لحضرتك فكره اللايف كوتش بتعتمد على ان انا ارتاح مع الشخص ده. تمام. في ناس ممكن تيجي نهال محسن تبقى مبسوطه جدا وهي مرتاحه مع نهال محسن، وناس تيجي تقول لك لا انا ما ارتحتش انا عايز حد تاني. هي بتبقى كيمياء، بتبقى هارموني حصلت او ما حصلتش. فالنهارده لما بنقول احنا كتير جدا او اللايف كوتشز كتير جدا، ايوه كتير، لان كل انسان محتاج زي بيقولوا ايه ماتيريال معينه. تمام. بيرتاح معاها، قماشه معينه بيقدر يتكلم معاها. معظم الكلاينت بتوعي مثلا سيدات. الرجاله ما بيرتاحوش معايا خالص. نهائي. ليه؟ بيبقى الراجل عنده حساسيه مثلا هو يتكلم مع واحده ست، لكن الست مثلا بتبقى بتفضل انها بتيجي تتكلم لها، لان الكلاينت ممكن يقول كلام في منتهى السريه ما يقدرش حتى يكرره على نفسه. فبالتالي هو بيبقى محتاج حد زي ما بنقول بالبلدي كده، حد يقدر يعري روحه قصاده. لا بس هو شطاره منك ان ازاي توصلي للنقطه دي، خلي بالك. يعني هو ممكن يجي لك وانت اللي بتشجعيه وكل حاجه، وممكن توقفيه برضو. ما ارجع اقول الموهبه، ما هي الموهبه، وفي موهبه في مجتمع، في اسكس الشرقيه عندنا، في حاجات كتير. احنا في مجتمع شرقي، ما تخلصناش من شرقيتنا، ان ممكن يخش مثلا راجل يقعد يتكلم مع ست بمنتهى البساطه. في حواجز موجوده نفسيه مهما حاولنا ان احنا نكسرها مش هنهد حاجات بين يوم وليله. تمام. لا، هي حواجز موجوده في مجتمعنا عايشين بيها وقايمين بيها وهنفضل عايشين بيها. وعلى فكره بالمناسبه انا مش ضد، ان بالعكس انا بحترم عاداتنا الشرقيه دي جدا وبحب انها تفضل قائمه. ولما بحس ان هو مش قادر يتكلم او مش على راحته، مش هضحك عليه واقول له طب اوكي يبقى يلا بينا نعمل جلسه، واقول له اي كلام، لاني ببقى حاسه ان في كلام عايز يقوله لسه ما قالوش. عارفه في سؤال جاي على بالي، هو في اطباء سيدات اطباء نفسيين؟ اه طبعا في. صح. اه طبعا. بس اعتقد الاطباء الرجاله مشهورين عن السيدات. لا يعني في ستارز في الموضوع ده، يعني سيدات طبعا في. اه طب وهل المفروض ده يخليني اسال حضرتك سؤال، هو المفروض ان كل عيله يبقى لها طبيب نفسي متخصص؟ طبعا طبعا. اه طبعا. الطبيب بعيله لكل افراد العيله؟ ده خلي بالك ده ممكن يبقى فيه مشكله بين طرفين في نفس العيله. هي الطبيب النفسي مش بيروح يفض خناقه، فكره ان احنا النهارده يبقى في حاجه اسمها طبيب نفسي للعيله، ان يبقى عندي حته ان انا النهارده اروح لدكتور نفسي اجدد روحي، افضي كل اللي جوايا، اتكلم. احنا ما عندنا حته الطب يعني بنتباهى ان انا ايه، يا لا ده انا امبارح ما نمتش طول الليل من الصداع، ده والله ده انا لا اسكتي مش جالي الضغط وابتديت اخد ادويه، ولا تقول لك وانا والله الروماتيزم والسكر. تلاقيهم الناس بيتباهوا بامراضهم العضويه، لكن مش ممكن تقولي لحد ان انا عندي مرض نفسي. وتلاقي المريض النفسي بقى اللي هو المريض النفسي اللي قدامه في العيله مثلا، لو مريض لا قدر الله بشكل ما، تلاقي العيله كلها بتداريه كانه جرم، حاجه ما ينفعش نتكلم عليها. هي ثقافه. هي ثقافه. محتاجه ثقافه. بصي هو الفقره نعملها بقى بنتريشن. تمام. الفقره خلصت بسرعه صح؟ بس انا عايز قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا نصيحه تقوليها لكل الساده المشاهدين، يعملوا ايه عشان ولن يقتنعوا بحته نصيحه نفسيه. خلينا نخلي السؤال اوبن. نصيحه نفسيه ان الناس تتخلص من القفص اللي قاعدين عايشين فيه من مراقبه الناس. الناس هتقول ايه؟ لو قدرت الناس تخرج بره نطاق الناس هتقول ايه وتخرج نفسها من النطاق ده، هتتعامل ببساطه في كل حاجه في حياتها. تمام. هتقدر تروح لطبيب نفسي، هتقدر تروح للايف كوتش، هتقدر ان هي تقول اه انا مرهقه، انا تعبانه، انا بمر بحاله ضعف، انا حاليا مكسوره وقلبي حزين، مش عايزه حد يكلمني. ان الناس ما تتكسفش من فكره انها النهارده نفسيا تعبانه. اقنعتيني باللايف كوتش. طيب مستنياك بقى يا دكتور. لا بجد والله اقنعتيني باللايف كوتش.
البرنامج بتاعنا اسمه صحتك ثروتك. لو تفتكروا من شهر كنا بنتكلم على مثلث الصحه، وقلنا مثلث الصحه ده له عباره عن ثلاث اركان، بنتكلم على اجزاء، بنتكلم على رياضه، وبنتكلم على علاج، والعلاج في المرتبه الثالثه، وكلهم مرتبطين بالحاله النفسيه. النهارده اتكلمنا على الحاله النفسيه، عشان كده كان معانا حد هو اختار يتكلم عن لايف كوتش. عشان كده خلوني اشكر دكتور نهال محسن. شكرا يا دكتور، ميرسي. يعني اقول بقى استشاري لايف كوتش ولا اقول ايه بقى؟ مش خليني بقى اول حاجه نهال محسن وبس. نهال محسن وبس. بنهايه فقرتنا الثانيه تعالى بقى نستعد للفقره الثالثه، وناخد جانب الجانب الاولاني في مثلث الصحه، وهو جانب الغذاء. فاصل ونواصل.